مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد. وفي البداية قبل ما انسى حبيت نشكر كل من بعث لنا رسالة لرابط الصفحة وشجعنا من خلالها لمواصلة هذا العمل. دون إطالة نكملوا يعني حبسنا المرة اللي فاتت حبسنا في إشارات الخطر أو علامات الخطر. دونك إلا حبينا نصنفوا علامات الخطر نصنفوها كالآتي: كاين أخطار متعلقة بمستعملي الطريق، على سبيل المثال ممر الراجلين وهو عبارة على مثلث كما تشوفوا فيه راجل الداخل، دونك تبوه فرنسي باساج بور بيتون. على سبيل المثال كذلك عبور الخيالة، فوالا نجيبها لكم باساج دو كافالي، كذلك عبور حيوانات برية، فوالا باساج سنت بون فرونسي باساج دانيمو سوفاج، فوالا. كاين كذلك أخطار متعلقة بالطريق، بالطريق حد ذاتها، هناك أخطار بالطريق حد ذاتها، كمثال كاين ممهل في الطريق، دونك هنايا حذاري ممهل غالونتيسور. كاين كذلك منحدر خطير ديسونت دونجوروز، دونك ديسونت دونجوروز هنا كاين واش حاب يقول، كاين الناس اللي ما تفهمهاش بطريقه سهله، كاين حبطه واعره منحدر خطير 10%. واش معناتها 10%؟ معناتها الانسان قد ما يمشي 100 متر تحبط به الطريق ب 10 مترات على مستوى البحر، لانه الارتفاعات يعني دائما على مستوى البحر. دونك كل ما انسان يمشي 100 متر تحط به 10 امتار. هناك مثال اخر، طريق غير مستوى كاسيو دودان. هناك اخطار كذلك متعلقه بسكه الحديد، بسكه الحديد على سبيل المثال نجيب لكم البلاكه هذه ممر سكه حديديه محروس، حاب يقول فيها العساس، اون فرونسي باساج ا نيفو ميني دون دو باريير ولا غاردي، دونك باساج ا نيفو غاردي ولا ميني دو باريير. كاين العكس تاعها اللي جبتها لكم الان، هي ممر سكه حديديه غير محروس، نكتبها اون فرونسي ثاني باساج ا نيفو سون باريير ولا باساج ا نيفو نون غاردي ولا بالدرجه تاعنا طريق ماشينا ما فيهاش العساس. دونك هناك كذلك نزيدو ممر سكه حديديه محروس بخط مكهرب، يقدر يكون خط مكهرب موجود في السكه الحديديه، دونك اون فرونسي ثاني باساج ا نيفو ميني دو باريير لين الكتريفي. كذلك هناك نوع اخر من الاخطار تسمى بالاخطار الخاصه، دونك اخطار خاصه ولا ريسك بارتيكولي. نبداو بخطر غير معين، خطر غير معين دونجي انديتيرميني، دونك حاب يقول كاين خطر كاين دونجي مي ما لبناش وشنو. كذلك خطر اخر ما سبيل المثال، كاين بزاف اخطار نديرو طريق زلق، هيا طريق زلق نجيب لكم بلاكه هذه نكتبها طريق زلق شوسي غليسونت. كاين خطر كذلك فيما يتعلق باخطار خاصه، هناك هذه البلاكه هي تساقط الحجاره ريسك دو شوت دو بيير، هذه تساقط الحجاره اسمها كتبها فرنسي. كاين خطر هو الحجاره تستطيع ان تتساقط في اي لحظه، وبالتالي السائق كي يلحق هذاك المكان ما لازمش عليه يستعمل المنبه الصوتي الكلاكسون. دونك انت تقول واش دخل يعني الكلاكسون في كما يقولوا في الحجاره تساقط، نرسم لك واحد دراهم مخلوع فوالا. دونك حاب يقول واش جاب هذه الجاب. دونك على بالكم باللي الانسان كيستعمل منبه صوتي الكلاكسون، كاين حيوانات بريه تعيش فوق هذيك الجبال، كاين غزالات بريه، كاين امور كثيره، كاين قراده، كاين دونك من هول ذلك المنبه الصوتي يعني الكلاكسون تهرب تلك الحيوانات، وبهروبها راح يعني تشكل تساقط الحجاره بدفع حجاره صغيره، يعني وحجاره صغيره تجيب حجاره كبيره والروسي يجي فوقك لا قدر الله. دونك هذه العلاقه بين يعني الكلاكسون مع الحيوانات البريه وتساقط الحجاره. نروح الان الى اخطار يعني متعلقه بمسالك اخرى، اخطار متعلقه بمسالك اخرى. على سبيل المثال اول بلاكه نجيبوها ترامواي، يعني مسلك اخر يعني مقارنه بمسلك السياره، مسلك الترامواي هذا، دونك ممر الترامواي باساج
دو تراموي دونك حذاري ممر التراموي دونك انسان قبل ما يكمل يشوف كاش تراموي راهو جايز. كاين ايضا عبور لمهبط الطائرات، هذه البلاكه جبتها لكم هي عبور لمهبط الطائرات ترافيرس دون اير دو دونجي ايريان. دونك كاين بعض المناطق وين نجوزوا على مهبط الطائرات، يعني لا بيست وين تحبط الطياره. على سبيل المثال هنا في ولايه البليده هناك امام المطار العسكري هناك يعني مهبط الطائرات يجوز على طريق عام، وبالتالي هناك هذه الاشاره. دونك قبل الانسان يترافيرسي هذاك المهبط الطائرات يشوف كاش طياره حابطه ولا مقلعه. على كل حال دونك قبل ما نختم هذه الاشاره الخطر هناك ملاحظه صغيره، ما يخفاكمش باللي علامات الخطر بصفه عامه موجوده قبل الخطر ب 50 متر داخل المناطق العمرانيه، وموجوده كذلك ب 150 متر خارج المناطق العمرانيه. واش حاب يقول؟ حاب يقول باللي قبل الخطر في داخل المناطق العمرانيه قبل الخطر ب 50 متر نشوف اشاره تقول لي وكاين خطر، مثلا حذاري دودان نلقاوها ب 50 متر على فونس. ليس فيه احيانا ربما شفت انا في الطريق وين تلقى الدودانه كاين دودان، دونك هذا خطا. دونك الدودان ولا اي خطر مهما كان يكون قبل الخطر ب 50 متر. اما خارج المدينه الخطر او اشاره المرور تكون 150 متر قبل الخطر. على سبيل المثال منعرج خطير، دونك منعرج خطير او جاي، دونك الاشاره تاع منعرج خطير تشوفها قبل المنعرج ب 150 متر. علاه؟ باش الانسان ينقص يرد باله ويحكم منعرج في امان. دونك جميع الاشارات الخطر هكذا الا اشاره واحده يعيطوا لها حذاري طريق تدي وتجيب كما رسمتها لكم، هذه موجوده اثناء بدايه الخطر الا في حاله ما تكون اشاره تحتها يعني مزوده بلوحه المسافه. مثلا هنايا اشاره نفس الاشاره تلقى تحتها 150 متر، هنا لا لا هنا الطريق اللي تجيب على 150. الا ما شفتش بلاكه تحتها يعني لو بانونسو يعني الاشاره الاضافيه تحتها لقيتها غير وحدها، هنا الخطر يبدا اثناء يعني وجود الإشارة وهو طريق ذو اتجاهين. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، رايحين كما المرة اللي فاتت نخليكم مع مفترق طرق وحاولوا أنكم يعني تلقوا الحل. مفترق طرق بسيط على كل حال، مش راح نصعبه بزاف مع رمضان والحجر الصحي، دونك الإنسان يدير حاجة خفيفة. مثلا مفترق طرق هذا فوالا جا كاين مثلا ثلاث سيارات، السياره اللي راهي قدامي سياره حمراء وعندنا تحتانيه سياره صفراء وبالمقابل سياره زرقاء. مثلا السياره الصفراء عندها اشاره، من بعد نقول لكم شنو الاشاره هذه نورمالمون تعرفوها الاشاره. دونك كيما راهم ورايحين قبالها كاع ابار الاحمر، الاحمر حبي يدور اكوش زعما راح يدور اكوش. دونك في هذه الحاله مفترق طرق كيفاش نجوزوها؟ دونك من خلالكم سيو خموا معايا شكون يجوز الاول، الاحمر راح يدور اكوش، الصفر رايحه قباله وعندها بلاكا، والزرقاء رايحه قباله. دونك مشاهدينا الكرام نخلي لكم شويه الوقت باش تفكروا شويه. يلا سيبو مشاهدينا الكرام ان شاء الله لقيتوا الحل. اما انا من بتاعي نسي نخمم ونحاول نتكهن اذا صح التعبير باش نعرف واش يعني الاقتراحات ولا الاحتمالات اللي درتوها. الاحتمال الاول بعض ربما كان يقول لك ربما هنايا الحق مليمنا بريوريتي دروات، واللي عنده لا دروات فرغه هو الاحمر. دونك ربما كاين بعض يقول لك يروح الاحمر ومن بعد وقيل يقول لك يروح الاصفر ومن بعد يروح الازرق. هل هذا صحيح؟ هذا ما سنعرفه الان، تابعوا معنا. كارثه. دونك حادث مرور رهيب على كل حال. دونك ايفيكتيفمون اكيد ما كانش هذا هو الحل الصائب. دونك نعاودوا نولوا السيارات كما كانوا، الحمراء راح تدور على كوش، الصفراء قباله، الزرقاء قباله. دونك اكيد عرفتوا باللي ما كاش حق مليمنا لانه تحتها كاين عرفتوها طريق كبيره
طريق كثيرة المرور بقطعة طريق صغيرة. مادام طريق صغيرة هادية هنا حاب يقول كاين افسح طريق سيدي لو باساج ماغري ما رسمتوش، مي انسان وحده يعرف بلي كاين سيدي باساج، يعني افسح طريق عند الحمراء وعند الزرقاء. الصفراء هي تروح في الاكيد هي الاولى، دونك ما نكملش بقيه الحل، نخليكم يعني تزيدوا تخمو شويه باش تعطينا الحل الباقي. فوالا، دونك كاين احتمال ثاني، ربما البعض قال تروح صفراء بيسك عندها طريق كبيره ومن بعد تروح الحمراء وراها مشكل دور عكوش باش تروح الزرقاء. نشوفوا هذا الاحتمال، يلا بينا. حدث مرور واحد اخر مع الاسف الشديد، يعني حتى الدخان طلع، دونك ما كانتش هذه الاجابه الصحيحه. دونك اكيد راكم عرفتوا الحل، نعطوا الحل بالشرح. دونك كاين قلنا اشاره طريق كبيره تقطعها طريق صغيره، دونك مول الصفراء عنده طريق كبيره اكيد هذا عندهم افسح الطريق، تروح مول الصفراء فوالا، يبقى الزرقاء اللي اون فاس من هيه عنده افسح طريق وهذا الاحمر عنده افسح طريق، دونك في زوج عندهم افسح طريق، ولكن كي يكون سياره قباله وسياره راح تدور دونك شكون راح يعني تستغرق وقت اقل؟ اكيد السياره راح تروح قباله، دونك يروح لي قباله سياره زرقاء باش يدور السياره الحمراء. يعني دائما كي يكونوا سيارتان متقابلتان عندهم نفس الحق، سواء عندهم طريق كبيره في زوج، سواء عندهم طريق مضمونه في زوج، سواء عندهم ستوب في زوج، سواء عندهم طريق كبيره في زوج، المهم عندهم نفس الحق، اللي يكون رايح قباله يعني طريق مستقيم هو اللي يروح الاول، بعد اللي يدور يروح في الاخير. كانت هذه مشاهدينا الكرام مراجعه فيما يخص مفترقات الطرق، نلتقي يعني الحصه القادمه باذن الله تعالى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.